مرحبا بكم مشاهدي الام تي في في هذه الحلقة الخاصة من بيروت اليوم بعنوان في مرض بس في أمل، وبحاور فيها الدكتور فادي نصر ورئيس مؤسسة بربرة نصار لدعم مرضى السرطان هاني نصار. أهلا وسهلا فيك سيدي هاني. أهلا فيك. أهلا فيك دكتور فادي. هالحلقة ناطرها من شي سنة وشهرين أنا، وهلأ سأبيت خصوصا سأبيت على العيد، واخترنا لها عنوان الأمل. حضرتك مش بس بتساعد المرضى أنه يشفوا، كمان تعطيهم أمل. رح نتعرف على هالأمل وإذا في أمل بهالحلقة، وكمان رح نتعرف على المؤسسة وعلى بربرة نصار ومين هي بربرة نصار. رح أبدأ معك دكتور فادي. في سؤال بيتكرر كثير، ليه هالقد في مرضى سرطان بلبنان؟ ليه هالقد عددهم كبير؟ وهالقد مزبوط عددهم كبير بالمقارنة مع دول أخرى؟ إيه استاذ دانيال، مرض السرطان مش بس بلبنان، وين ما كان لازم نعرف انه شخص على ثلاثة بيرجع بعيد، شخص على ثلاثة بيعمل سرطان، مرأة على ثمانية بتعمل سرطان ثدي، رجال على سبعة بيعمل سرطان بالبروستات. أكثر سرطانات بتقتل هو سرطان الرئة، يعني هالسرطانات إيه وين ما كان بالعالم. سببها هين عم نكبر بالعمر، يعني قبل كان يعيش الشخص 65 سنة، صرنا عم نعيش تقريبا فوق 70 ل 80 سنة، لكن كنا بس كل ما كبرنا بالعمر نعمل سرطانات أكثر. مثل ما كلنا بنعرف البيئة تبعنا، وخاصة بلبنان عندنا بيئة بمشاكلها من الموتورات للأكل لوعد والحقنة، كل يوم بتحكوا عنا بالام تي في 50 مرة و100 مرة. طيب إذا ما نوصف اليوم وضع مرضى السرطان بلبنان هيك باختصار، تعيس يعني. أنا إذا بقارن بين قبل 2019 وبعد 2019 فيني أقول تعيس جدا جدا. يعني بدي أعطيك مثل، أنا بزعل مبارح أنا بالعيادة مريض عمره 25 سنة عنده مرض هين اسمه هوتشكين. لقلنا هني عادة بعلاج عادي 70% بيصحوا، بس 30% من هالمرضى في هالمرض يراجع، وحتى لو عملنا له زرع نخاع العظمي المريض إجا بعد زرع النخاع العظمي، وفي أدوية مناعية لازم نعطيها منه، عمره 25 سنة. دونك قلت له أنا لازم نعطيك هالدواء، هالدواء بكلف 5000 دولار كل 3 أسابيع. طلع فيه نزلت الدمعة من عينه وقال لي حكيم أنا بحبك كثير بس أنا مش قادر أدفع هالهيدا، فضل موت أنا أقعد عن بيتي. 25 سنة عم بحكي، هيدي نبزة عن مريض واحد وعد والحقنة عن المرضى، ميات المرضى بلبنان. المشكل بلبنان ما عندنا دواء، الدواء المشكلة غير موجود بلبنان، موجود بس بدك تدفع حقه وحق هالأدوية كتير غالي، هاي المشكلة الكبرى. المريض الفقير بيموت. صحيح. استاذ هاني، هذا الموضوع دويت عليه كمان من كم يوم عبر صفحة تكون على فيسبوك، صفحة مؤسسة. يقتلوننا ويمشون في جنازتنا، كتبت. صحيح. ودويت على موضوع الدواء، ليه اليوم هالقد الدواء غالي وليه ما في دواء؟ ما في دواء بسعر مدعوم. العذر الأساسي هو الأزمة الاقتصادية اللي نحن موجودين فيها بلبنان. هلأ دائما بالأزمات الدول تعمل خطة إنقاذية أو خطة لحتى تشوف كيف بدها، خاصة موضوع الصحة. للأسف بلبنان ما في شيء نعمل لحد هلأ. يعني كنا عم نقول إنه معنا هالقد مصاري، صاروا أقل صاروا أقل صاروا أقل، هلأ عم بيبشرونا إنه خلصوا المصريات. طيب شو الخطة البديلة؟ شو عملتوا؟ ما في خطة. طرحت عدة مرات وزير الصحة بمجلس الوزراء، ونحن هلأ عم نحضر كمان هذه الحملة، موضوع السنتاكسيشن، يعني الضريبة على، مثل ما بتعمل كل الدول، على مسببات السرطان. أول الدخان مثلا، وهي طرحها كمان دكتور فادي عبر الام تي في. صحيح. والكحول وغيرها، ذكر هلأ كمان موضوع موتورات. يعني تخيل بقلب بيروت لحالة في 9000 موتور كهرباء، هي بس ضمن العاصمة لبيروت. فإذا نحط ضرائب على هذا الموضوع، قديش أنت قادر أنك تأمن؟ الخطة الدراسة المعمولة بيطلع عنا 1.4 مليار ليرة، سوري 1.4 مليار دولار سنويا، يلي هو المبلغ يلي كان يكلف علاج السرطان بأيام العز، يعني قبل ما يعملوا إيقاف الهدر وغيره. سو نحن إذا مشينا بخطة بديلة أكيد قادرين أنه نلاقي، بس المشكل أنه ما في ثقة بهيدي الحكومة وبهالطبقة السياسية، إنه كل ما أنت لقيت خطة بديلة بدي يشوفوا هن منين بدي يسرقوا منها. سو كمان كان الطرح الأكثر إنه ينعمل صندوق مستقل لموضوع مرضى السرطان ضمن وزارة الصحة بإشراف جهة دولية، البنك الدولي أو غيره، لحتى تقدر أنت تخلي هالناس ما يموتوا. يعني نحن اليوم نعطي أمل بس على شرط يكون في دواء.
انه انا اليوم بيجي مريض مثل الشاب اللي حكي عنه دكتور نصر، انه بيجي بيقول لي انه انا مرضت عمري 25 سنه هوتشكن لينفوما، بقول له كثير هينه يعني الاطباء بس يقولوا هوتشكن لينفوما يعني انبسط انه مش شيء ثاني، بس اذا ما اعطيته العلاج هذا الانسان رح يموت، شو بدك تقول له بعدين؟ دكتور فادي، في احصاء قد ايه عدد المرضى بلبنان؟ اكيد في احصاء، عندنا 30,000 مريض يعالج بالسرطان يعني حاليا، تقريبا في 8-12,000 مريض جديد بالسنه بلبنان، لكن في احصاء والدوله عملت شيء منيح، يعني قبل كان في هدر يعني عم بيروح الدواء مش معروف وين عم بيروح وكذا، بالاشياء اللي عملته وزاره الصحه الكثير منيح حددت، يعني عندنا تقريبيا بوزاره الصحه بيعرفوا اي ادويه عم ناخذ وين بهالبروجرام الامان اللي عملوه. هالبروجرام كثير منيح، بس تصور انا اليوم بدي احط بهالبروجرام ما زال ما في دواء، يعني كيف بده يشجعني انا احط حتى المريض انه شو بدك تحط لي اسمي ما زال انا بالاخر راح يقول لي هالدواء مش موجود. لكن لازم 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 هالبروجرام منيح نستفيد منه حتى نقدر نجيب مصاري ونحط الأرقام المضبوطة لهالمصاري. دائماً عم نسمع في مساعدات عم تجي، يعني ونحن نشكر دائماً الـ MTV على المساعدات على البروجرامات اللي عم يعملوها. تحية كمان لبارح أسرة برنامج شهر الوقت على الجهة، يعني كثير منيح هالسنة وسنة الماضية مع كثير منيح، بس أنا عم بقول لك هيدا ما بيغطي، هيدا ما بيغطي مرضى السرطان، لان بدنا عم بقول هيدا المينيموم، مينيموم يعني على الاخر مثل ما عملوا وزاره الصحه بدنا مينيموم 20 مليون دولار بالشهر، هيدا هو عم بحكي بدون ما فت على المستشفيات، لكن هيدا مشكله لازم الدوله تحلها ولازم نحلها انا نحن نحك جلدنا بضفرنا مثل ما عم نقول، اذا ما عملنا هيك قد ما يعني طلبنا من الناس. في اقتراحات كان من نواب خصوصا بلجنه الصحه النيابيه انه بنروح على السفارات من المصاري، اوكي لبينا مصاري وعطيونا شهر شهرين ثلاثه وبعدين ما راح يمشي الحال، ما في الا مثل ما حكينا نعمل ضريبه على السيجاره ونعمل ضريبه على الكحول، انا برايي هيدي تروح ديركت دغري على عند مرضى السرطان، وانا برايي هيدا الحل الانسب حاليا تنحل هالمشكله لمده مستديمه. بس هذا كمان يعني عم يتخذ هالموضوع بمنحة طائفة، إنه تبغ اليوم لطائفة معينة والكحول لطائفة معينة، كمان فتنا باللعبة اللبنانية المعتادة. بس أنا برأيي لازم مثل ما أنتوا دائما بتقولوا السياسي بيقولوا يعني هيدا السرطان ما راح يعمل سرطان عند مسيحي وسنة ودرزة وإلى آخره، عند كل الناس. أنا أكيد اللي عم بيسمعونا هلأ كل واحد حواليه عنده مريض سرطان، أكيد أنا أكيد أنه كل واحد حواليه عم بدق بابه حدا من عائلته ولا شيء يقول له بليز ساعدني، بيساعده $50 $200 $300، كيف بده يساعده $5,000 كل 3 أسابيع؟ بس الدواء ليه هالقد غالي؟ ليه في أدوية $6,000-$7,000 بالشهر؟ وكمان هلأ بس صار طلعت الصرخة أنه ما في دعم، بلشوا كمان يعني دواء بينزل من $6,800 ل$4,000 دغري فجأة، كمان يعني الشركات عم تربح كثير. اي بس هول الشركات ما فينا نحن نحدد أكيد الأسعار، الشركات عالمية مش بلبنان بنعملوا، وهالشركات نحن كمان عم نضغط عليها تيعملوا شيء PSP مسميه Patient Support Program، وكل الشركة عم تفكر هيك الكبيرة المحترمة تساعد المريض، وهالبروجرام نحن كثير عم نشدد عليه وبالوزارة كثير عم يشددوا عليه، وبتصور رح يتقدم، يعني مهم نفتح باب من شيء محل تيمشي كله على زيت الخط. ليه دواء حقه بلبنان $6,800؟ أنا بحكي عن دواء معين حقه $6,800 مش مدعوم، بينجاب من تركيا ب $2,200. لا انتبه هيدا فرق كبير، بتركيا الدواء مدعوم، يعني كيف بلبنان كان قبل بس مدعوم حتى لغير الأطراف؟ ايه مدعوم لكل لمين ما كان، مثل ما كان يصير فينا بلبنان قبل، يعني كان بلبنان تلاقي الدواء ببلدين عالمية عدة، ليه؟ لأنه دواء كان مدعوم رخيص يتهرب على غير بلدين ومثل مثل البنزين وإلى آخره، بس بقى ما بقى ندعم الدواء صار بسعره. وتانيا شيء مهم هالوزارة اللي عملته ما بقى صار فيه تهريب للدواء، لأننا نعرف الدواء عم بيروح لأي مريض. هلا حكيت عن تركيا، بس أنا تركيا الدواء كتير منيح، لأن أكترية الأدوية الجاية من تركيا البراند بتعملون الشركة الأم. المشكلة الأدوية عم بيجوا من غير بلدين، من الهند تحديدا، في كتير أدوية عم تجي من الهند، المشكلة ما بنعرف سيف أو مش سيف ما بعرف. يعني إذا بتقلي أنا عندي هالدواء بدي أخذه من الهند، دكتور هاني أستاذ هاني عملك دكتور عم بيجيب أدوية من الهند عم يجي للمؤسسة بس بيخدموا المرضى فيكم؟ حتى اجاني كثير اسئله قبل الحلقه انه عم يوصلنا ادويه من الهند ناخذها او لا، الجواب ما فيني رد عليه لان انا تقدر جاوب على هالسؤال، الدوله اللبنانيه بدها تعمل يكون عندها مختبر
هالمختبر تدرس هالدواء تقول على القليلة على القليلة هل دواء فيه الموجود الدواء موجود الدواء مش موجود بيكربونات أنا بهالدواء تبلش من هونيك ورايح لأن تعرف في دراسة على حبة الدواء إذا هي مزبوطة وتانية في الحبة إذا أكلتها وشربتها يعني وبلعتها هي عم تفوت على دمك مزبوط ما عم تروح بشكل غلط بالدم لكن هذا الشيء نسبة معقدة يعني أنا ما فيني أقول له للمريض فيك تاخدها دور الوزارة يعني بتخفف على المريض كتير إذا هذا الدواء كان قدر المريض ياخده أكيد أكيد بس برجع بقول هيدي يعني مشروع كبير وقصة يعني اللابوراتوار المركزي عم ينحكى فيها من سنين وبعد مش مقدمة ولا معرقلة إلى يوم التعلقل نعم سيد هاني مين باربرا نصار خبرنا لحضرتك زوجها باربرا نصار هي شخص ست بيت مثل كل هالستات بيوت أصيبت بمرض السرطان إنما الفرق كان إنه الطريقة اللي واجهت فيها المرض وقت اكتشفنا إنه باربرا عندها سرطان الثدي مع انتقالات للعظم كان عندها كسر بالخرزة الثانية برقبتها هيك عرفنا نحن للأسف كسر بستيرنوم هريان بالعظم من حوضة لأعلى رأسها كان منتشر يعني كتير. كان منتشر على الآخر مع تكسير بالعظام قالوا لنا إذا الله بيحبكم بتعيش سنة رحنا صرنا بين إيدين دكتور فادي عملنا كل اللي لازم ثبتوا لها الجمجمة بالخرزة الثالثة والرابعة صارت تبرم بهذه الطريقة عملت 120 جلسة أشعة لحمول عظامة الحين تقدر تتنفس خضعت لعلاجات الكيميائي ما خلصنا أصلا كل الوقت بعد سنة بدل ما ناخد قرار أنه نحضر المدفن وشو بدنا نعمل أخذنا قرار تكون انطلاقة للحياة عملنا مشروع رحلة العالم اللبناني برمت أنا وبربارة وليوني وليونار ولادنا كان عمرهم 9 سنين وخمس سنين 1655 ضايعة بلبنان تنتخب مختار عملنا شرينا كرفان وخيطنا عالم لبنان مساحته 10452 ديسيمتر مربع 80 يوم رجعنا فيهم على البيت كان شهادة أنه الإيمان بالله وإرادة الحياة أقل من الخوف من المرض وأنه نحن بالرغم من مرضنا قدرين نعمل مشروع اللي هو مشروع له هدف وطني جمعنا كل توقيع المخاتير الضيعة كلها على العلم وقدمناه لرئيس الجمهورية ميشيل سليمان وهدف سياحي أخذنا شعار سافر بلبنان صورنا 13 ألف صورة كل الضياع وحطيناهم على سوشيال ميديا كان شعار سافر بلبنان وقتها فأنه بالرغم من المرض بالرغم من الخوف بالرغم من كل شيء ضل عنا أمل الأمل هو هيدي قصة ست شهور وسنة وباقي له مدري قديش نحن قررنا تفوت من هالدينة تطلع من هذيك الدينة بعد ثلاث سنين بعيد زواجنا بال 2012 بيقولوا لنا وضعوا بعضكم صار ميتاستاز بالمنانج سيربرال بالصحية واصلا الطبيب اللي قالنا انه بتعيش سنه تفاجئ شافنا بالمستشفى مش دكتور نصر شافنا انه شو عم تعمل هون قلت له مع بربر قال لي بعدها طيبه بس فرجيته الرابورات قال لي هني طلعوا وضعوا بعضكم عندها جمعتين كان عيد زواجنا 2012 عيد زواجنا 2013 كانت بربر على القرن السوداء بتوجه له تحية للحكيم بتقول له بعدني طيب القمر بيضربنا وليك أنا وين بهالمرحلة كمان دائما اللي كنا عم نعمله ما كنا عم نفكر بحالنا أكيد وقت رحلة كان واجب علينا أنه نخلص بوقت محدد كل هالبرمة نحن ما كنا عم نسوح كنا عم نعمل شيء تنقدر نعمل إنجاز بهالمرحلة اكتشفنا أنه في عنا كتير أصحاب عم بتوفوا عم بوقفوا العلاج تبعهم لأن كلفة العلاجات غالية كل الجمعيات بلبنان إجمالا بهذاك الوقت تدعم الأطفال ما في جمعية للكبار فسألنا دكتور فادي شو منعمل إذا وصفت لنا الدواء رفاقتنا عم تاخده حقه 13 ألف دولار قال مثلكم مثل غيركم ما معك بتوقف فهون انتفضنا أنه كرامة الإنسان يعني إذا الطفل صار عمره 18 سنة شالوا إيدهم منه جمعيات الأطفال هذا كيف يكمل وإذا أنا جدي عمره 99 سنة بده يموت بكرامة مش لأنه أنا ما قدرت أعمل له علاجه فكان القرار مع باربر أنه تعمل جمعية وعبر الام تي في كانوا جويس عنا عم تعمل ريبورتاج بسنة 2014 بتطلب باربر من الوزير مروان شربي علمه خبر لتأسيس جمعية قبل ما هي تغادر هالدنة تاني نهار بيمضي الوزير مشكور بعد كم يوم بتفوت على المستشفى بتسجل فيديو ونحط وقت دفنها بتقول للناس ما تخافوا من يلي بيقتل الجسد خافوا من يلي بيقتل الروح وغادرتنا بشباط 2014 ونحن كملنا المهمة شو علاقتكم بالدكتور فاري غير أنه كان طبيب باربرا
اللي بيميز دكتور فادي هو طبيب بربرة، مثل ما أنت بلش حلقتك إنه أنت مش بس طبيب، أنت بتعطي الأمل. يعني في مرضى، في أطباء بيقولونا نحن حدودنا مع المريض هي باب العيادة، وفي أطباء يمكن بيرحقوا المريض بالأسئلة على البيت ويطمنوا عنه. دكتور فادي كان حدا من العائلة، صار حدا من العائلة، وحتى من بعد ما غادرت بربرة هو كان أول شخص، قبل ما غادرت بربرة أول شخص تحدينا إنه أوعى تفوتوا بهذا الموضوع، لأنه هاني للأسف الفكرة السائدة بلبنان الكبير استثمار خاسر. ليه؟ لأنه يحكى أنه قد بده يعيش 3-4 سنين، خلينا نستثمر بالولد بيعيش أكثر. هاي كانت الفكرة اللي عم تتسوق بهذاك الوقت. فقلت له طالما بربرة هي بدها أنا ماشي بالمشروع. بعد سنة وقت أطلقنا الجمعية كمؤسسة، بيجي بيحط إيده على كتفي بيقول لي هاني أنت أثبتت حالك، أنا معك للموت. رفقنا من أول دعسات الجمعية، كان يعمل مؤتمر وبعده CEOP، مؤتمر تنشئة لكل العاملين بقطاع السرطان، شو بيطلع مردود من السبونسورشيبس، هذا كله كان للجمعية. فعلاقتنا بدكتور فادي، كل مريض يبقى ما معه ليرة يدفع كونسلتاسيون يستقبل، أكيد في غير أطباء كمان، بس إنه دكتور نصر بهذا الموضوع كان يعني من الأول لهلأ نحن مثل الضفر على اللحم مثل ما بيقولوا. ساعدكم مادياً كمان؟ أكيد، ما عم بقول لك كان رايح على المؤتمر يبقى لنا. وحتى يعني كتار بيغلطوا بيقولوا له دكتور فادي نصار ونحن جمعية بربرة نصر، فهذا شيء شرف لنا يعني أكيد. ونحن وقت أطلقنا المؤسسة كمركز بربرة نصار لدعم مرضى السرطان، هلأ بنحكي عنه إذا بتحب. أكيد. كهيك أطلقتوا اسم القاعة، امتنان لدكتور فادي على كل دعمه لأننا أطلقنا اسم قاعة محاضرات على اسم بروفيسور فادي نصر. دكتور فادي مثل ما بدك تعلق؟ خجلتوني. لا بعد بس جاي كثير بالحلقة. بس أنا اللي بقول نحن اللي بيعمل اختصاصنا، كل بيعرف بالدومين تبعنا، أكترية الحكمة باختصاصنا غير الشق الطبي. في شق هالشق يعني بيجي المريض معك وانت بتتابعه من اول ما يبلش ليموت، يعني انتبه هاي مرحلة طويلة وفي عذاب يعني وبيوصل عندك منهار دائما. صحيح، بيوصل دائما لعندي منهار صحيح، وبدك تعرف تلم اشلائه. انا بقول لهم حتى نعطيه مثل ما بلشت بالحلقة الامل، انه في امل، بالفعل في امل، الطب كثير عم بيتطور. ومن هون انا بقول لبنان ممنوع بهالدومين نرجع لورا. يعني أنا بزعل بس بسمع الوزير ولا الوزارة يقلنا بدي أرجع أعمل بروتوكولات الـ OMS يعني تبع أفريقيا، عرفت كيف؟ يعني مع احترامي لأفريقيا وهيك، يعني ما فيك تاخد إلا دواء كنا نستعمله بالـ 1970. نحن في تطور لحد هلأ، صرنا أكثر من 5 سنين ولا دواء جديد مسجل بلبنان، مع أنه نحن بالأسفيرانسات اللي عاملين أسفيرانس فريش فينا نعطيهم الأدوية الجديدة. فهذا شيء كتير مهم، لازم نضل بهالاتجاه، ما لازم يعني نكف إيدينا عن هالموضوع. وأنا برأيي إذا أخذنا القرارات السياسية الصحيحة ومثل ما عمل الوزير قدرنا دعمنا وين لازم يندعم، يعني ما يكون في تهريب وسرقة وإلى آخره بالبلد، فينا نرجع نوقف السرطان بلبنان بأحسن مثل ما كنا بالأول، من أحسن بلدان الشرق الأوسط بعلاج السرطان. دكتور فادي، اللي بيميزه غير انه اكيد شاطر بمهنتك، وغير انه بتوقف حد المريض وبتتابعه طبيا ومعنويا، كمان اللي بيميزك انه عم بتعالج مرضى السرطان، حضرتك مريض سرطان. صحيح. كيف اكتشفت المرض؟ وقديش هيك يعني غير فيك هذا المرض؟ صرت تتعاطف اكثر، يمكن صرت تحس اكثر بالمريض؟ ليك اكتشفت المرض بالغلط. كنا مسافرين على بلد بالعائلة، وكان عندي مشكلة بالكلاوة، بحصة بالكلاوة، ولأن عندي بحصة بالكلاوة بعمل صورة قبل ما سافر، وبالصورة اكتشفت عندي سرطان الكولون، وسرطان الكولون منتشر بالكبد. هيك بلشت القصة.
هل غير شيء؟ جواب أكيد في تعاطف أكثر، يعني لأن أخذت علاجات وإلى آخره، أنا إنه بصير تفهم أكثر المريض إنه بس يأخذ العلاج وبحس بالعلاج، من أول بتنظر علي إنه أنت وقوي حالك وشي حالك، بس ما بتعرف شو بحس الشخص، صرت بعرف شو بحس الشخص. بس كعلاقتي مع مريض وإلى آخره ما غير كثير، لأن من الأول الناس اللي حوالي بيعرفوا، يعني كنت ساعد المرضى من القبل، مش انه بس اجى المرض. وكنا عند مين؟ كاس نوار. قبل كنا فينا نساعد كاس نوار، يعني انت على الضمان، فرق الضمان تقدر تساعد المريض. هلا شو بدك تساعد؟ وين بدك تساعد؟ دائما المريض، يعني مش بس هو بينصاب بالمرض، اللي حواليه كمان صحيح بيتاثروا، مش حواليه، العائله، كل العائله. بتعرف دور عائلتك هون؟ من الولد انا بتشكر عائلتي اكيد، لا عائلتي، ولادي ومرتي وإلى آخره، يعني بالفعل وقفوا حدي، وقفة قوية كل العائلة عندي، وهيدا كتير بيساعد. وأنا برأيي هيدا أكبر مساعدة لكل مرضى السرطان بلبنان، لأن نحن العائلة ما نعرف قيمتها إلا بالأيام الصعبة. ونحن نعرف، أنا عشت بتخصصت بفرنسا ورجعت رحت على أمريكا، للأسف هونيك ما منلاقي العائلة، ما في حدا أحكيه تخبره مشكلة بيه أو ابنه. هيدا شيء كثير مهم، وهيدا شيء بيساعد كثير. وانا بيجيني كثير مرضى انه اذا عندهم سرطان بيقولوا شو عملتوا، كيف عملتوا، كيف بعدك عايش من 5-6 سنين لهلا والى اخره، فهيدا بيساعد كثير اكيد اكيد. لا عندك ثلاث اولاد، ثلاث صبيان، اساميهم؟ لوي الكبير كمان عم يعمل طبيب، وهي بأمدي أندرسون مطرح ما كنت بامريكا. ابني الثاني تيرمينال هلا اسمه رمزي، ورام سافر على كندا، وابن صغير اسمه باولو. نعم. ومارتي نايلة، ما تنسى مارتي نايلة، بتزعل مني؟ لا أكيد مش هتزعل منك، وهلا زيادة مش هتزعل منك، لأنه رح يكون مباشرة مع زوجتك نايلة. مرحبا نايلة. بونجور. عم تسمعينا بوضوح؟ صحيح. دكتور فادي يعني معروف عنه أول شيء ناجح بمهنته، بيعطي للآخر وبيتابع المريض للآخر، وبعرف أي ساعة بيرجع البيت وأي ساعة بيترك البيت الصبح، وهذا الشيء بمكان ما بيكون على حساب عائلته، يعني بمكان ما في تقصير بيلحقكم ليكون حد المرضى. عم بتعينوا كنتوا بهالتقصير خلال كل هالسنوات؟ شو يعني سيدة بتتزوج طبيب سرطان بعالج مرضى السرطان؟ لا، ما في في تقصير في هذا الموضوع ابدا، لانه من اول مشوارنا سوا انا عارفه انه مهنه الطبيب مهنه مثل كل المهن، يعني هيدي مهنه اسمها فوكاسيون، هي دعوه اكثر من كل مهنه. نعم. وهي مهنه عطاء، يعني هو وقت تقول عطاء يعني بدك تعطي انت، بدك تعطي من حالك، بدك تعطي من حقك، بدك تعطي من وقتك. نعم. هيدا هو الموضوع، يعني فادي كان عم يعطي من وقته أكيد مثل ما أنت قلت، كان يرجع آخر الليل، بس قدر يوفق، قدر ينسق بين عيلته وينسق بين المستشفيات والعيادات. واللي بدي أقول كمان إنه بعتقد أنا إنه كان عندي شوية دور أقوى شوية، كمان أوصل رسالة للأولاد. نعم. راح صوت معك، ما بعرف اذا عم تسمعينا بعدي. طيب كنا عم نحكي عن مرض الدكتور فادي، كيف تعاملتوا مع هالموضوع؟ يعني ده كان صدمه كبيره عليكم؟ اكيد موضوع المرض مع فادي هو موضوع يعني الواحد ما بيتوقعه ابدا. نعم. أكيد كانت صدمة، ما كنا عاملين حساب، ولا واحد فكر هيدا الشغلة ممكن تأسي أو تيجي إله، يعني عرفت كيف؟ بس هي تجربة كتير قوية، لأنه الإنسان هيقدر يستوعب هيدا الشيء من القوة، وهيدي القوة أكيد أنا يا هيدي القوة، أكيد القوة من فادي، بس هي أكثر شيء القوة من إيمانه لفادي. نعم. إيمانه اللي هو متربع عليه طبعاً، وإيمانه اللي بنميه يوم بعد يوم وكل يوم. نعم. اليوم
نعم اليوم نعم نعم اليوم وقت تكوني بهيك باماكن عامه بيتعرفوا عليك بيعرفوا انك زوجة الدكتور فادي، في كتار بيشكروا فيه بيحكوا عنه، ده بتشوفي حالك فيه كمان؟ اكيد شوف حالي كثير، وين ما كان وين ما بروح، بالمستشفيات بالعيادات مع التلاميذ وبالجامعات، وين ما كان بالسهرات، كل العالم بتعرف فادي، كل العالم بتحب فادي، بس هو طبعا هو رفيق انا بكل شيء، بالاتشيف تبعه، بشخصه المتواضع، اهم شيء التواضع. نعم اليوم بيفصلنا يومين عن عيد الميلاد، دكتور فادي قبالك قبل ما تعيدي نهار الأحد عشية بدها تعيدي مباشرة على الهواء، شو بتقولي له؟ مباشرة على الهواء بقول له بعيده من كل قلبي أكيد، بقول له أنه يسوع معنا وأنه رح يضل معنا ويضلوا فوق راسنا وكل بركة البيت، وأنا بحبه كثير. ست ليلى نصار شكرا لك دكتور فادي، وينعاد عليك اكيد وعلى عائلتك. فاجأتني داني، ميرسي، يعني عن جد تأثرت كثير. ميرسي نايلة، بحبك من قلبي، بتعرفي انت وانا كنت مثل عم تقول مقصر كثير، كنت بلش انا من الناس ببلشوا 7 بكره بخلص وحدة بالليل، يعني وبترد على الواتسابات كل النهار صبح وظهر وعشيه، برد على كل الناس صحيح وبيزعجوك لدرجه هلا عم خبره انا وجاي بتبعت لي واتساب مريضه بتقول لي في حكيم زميلك ما بيرد، رح ابعث لك فحوصاتي بنعرف انه انت دكتور فؤاد ما بتتعب ايام؟ بلا اكيد بتعب، بس برجع بقول انا برايي بده يعمل هالاختصاص بده ياخذها رساله، يعني بده يعمله من القلب، ومثل ما قالت زوجتي نايلة الإيمان كتير مهم، يعني الفرق بيننا كمان وبين بلدين برا للمرضى اللي عنا هو إيمانهم، يعني بتعرف نحن بنحب الإيمان بكل جميع الأديان بلبنان، هيدي بتساعد كتير، خصوصا انه انت ما راح تموت، انت رايح لبعدين، هيدا بيساعد في راحه نفسيه بتعطيك، ما تخاف من اللي بعده، هو عيش يومك بيومك وبكره بيدبر الله. نحن رح توقف صراحة مع الإعلان وبعد الحلقة يعني متابعين، وفي كمان مفاجآت بالحلقة، وتوقف مع الصراحة مع الإعلان تابع بعد هذه الحلقة الخاصة بعنوان في مرض بس في أمل. نتابع هذه الحلقة الخاصة من بيروت اليوم بعنوان في مرض بس في أمل. سيس هانيك عم تخبر دي شيء عن هيك عم نخجله اليوم كتير، خلينا نخجله بعد عم تخبرني شيء عن دكتور فادي. سيري وانا فتحت لازم ياخد حقه. دكتور نصر ما كان ساكن فوق العيادة تبعه، بس مريض نقل سكن فوق العيادة. شغل كتير كانوا يخبرونا إياها المرضى وأنا أكيد بشوفها بعيوني، بس يفوت على المستشفى لحتى يعمل تريتمنت بيخلص وبيرجع بيعمل تورنيه تبعه على المرضى بالعيادة، بيعمل عملية تاني نهار بيكون بالعيادة، ومرق بمحلات توجع كتير تبقى عيادته دايما مليانة، بيطلع على الباب بيعلق مصل للوجع ربع ساعة بيرجع بينزل على الكلينيك بيكمل، يعني وقت بيقول انه الطب هو رسالة بهاي الطريقة، لانه اوقات كتير نطلق شعارات بس ما بنفهم معناتها، او نطلق شعارات بس لحتى نطلق شعارات، يعني دكتور نصر يشهد له بهذا الموضوع. دكتور بكل هالمسيرة ما يأست ما يعني كل مرضى السرطان يصابوا باليأس بمراحل معينة. صراحة داني أنا شفت تطور مرض السرطان بشكل كبير، ونحن جايين على تطور كبير اللي هو اللقاح للسرطان. بلش الإيميون ثيرابي بالميلانوم، بلشت الإيميون ثيرابي، ومن شيء تقريبا جمعتين بلش أول لقاحات للسرطان مثل الكوفيد، يعني الآر إن لقاحات كمان بالميلانوم وفي نتائج قوية. برجع بقول لازم يكون في أمل. مطرح ما كنت بأمريكا بأم دي أندرسون اللي هو من أكبر الجامعات بالعالم،
اللوجو تبعهم Making Cancer History. بقى أنا بس علم تلاميذي أول كور تبعي هيك بعلمه اسمه Making Cancer History. وبتعمل كور للمرضى كمان. للمرضى صحيح. تقول لهم أنه في أمل. دائما بقول لهم لازم نحارب هالمرض. معقول من رح نموت من حيالله شيء. معقول موت بنتنا منه. بس أكيد في محلات في تطور بنهار في غير لك حياتك. عأساس هيك طالما أنت لبقت لك الحياة لازم تكفي تصارع بهالمرض بحبه بقوة. ومنشان هيك نحن بدنا نصارع بلبنان تنجيب الأدوية السرطان على لبنان المضبوطة المنيحة اللي لازم نخدها، مش الأدوية اللي كانوا نستعملها من 1900 وخشبة، حتى نكفي بمرضانا والكواليتي للعلاج تبعنا بهالبلد. طب في أساليب لتعاطي طبيب مع المريض؟ يعني في طبيب بيقول له إياها هيك مثل ما هي، معك سرطان وبتعيش شهر وشهرين وثلاثة وستة، وفي طبيب بيعطيه معنويات بيعطيه أمل. لأي مدرسة بتنتمي؟ ما في مدرسة، في كل مريض مريض. يعني مثل بهالدنيا أنت أنت لأنك بالصحافة وكذا في شخص بدك تحكي هيك، في شخص ما فيك تحكي هيك، في شخص لكن أنت أول ما تشوف الشخص تعرف كيف بدك تحكي. بس الأسس الكبرى بس يبقى مريض صغير بالعمر وعنده عائلة ومسؤولية لازم يعرف وين رايح حتى يقدر يدبر عائلته. وأكترية الأوقات إذا شخص كبير بالعمر ما عنده مسؤوليات ما في بده يروح، كمان الطريقة بتقول زيت المساج بغير طريقة وهذا شيء كتير مهم. سيد هاني، صار عندكم مركز للمؤسسة بالأشرفية وكنا بالإطلاق هالمركز وافتتاحه. أول شيء من وين التمويل وشو بيعمل هالمركز؟ أوكي رح بلش شو بيعمل المركز. المركز هو أربع طوابق ضمن حرم العزري على سيسين. الطابق الأول رح يكون عيادات أطباء مجانية نستقبل فيها مرضى السرطان ضمن كل الاختصاصات يلي بيعوزها مريض السرطان. في الصيدلية المجانية يلي نحن من سنة 2015 بيجي المريض بياخد دواء من عنا إذا متوفر الدواء عنا، إن شاء الله بيكون حقه 10,000 دولار بياخده مجانا ما بيدفع ولا ليرة. وانتم ما بتجيبوه؟ نحن بنجيبه من وراء تبرعات مرضى بطلت بحاجة لهذا الدواء أو غير العلاج الحكيم، يعني لسبب أو لآخر ما عاد بحاجة له ناخده نحن مجانا ومنعطيه مجانا. وأوقات بيجينا دونيشنز من شركات أدوية ممكن قرب مدته تخلص للدواء ما بيقدروا يبيعوه بيعطونا إياه نحن منعطيه مجانا للمرضى. ورح يكون كمان في مركز تصوير للكشف المبكر عن سرطان الثدي والفحوصات يلي ممكن تنعمل للكشف المبكر ضمن هالكانسر سنتر. الطابق الأول رح يكون في كل شيء سايكو سوشيال سابورت للمرضى. نحن خلقنا أكاديمية لمرضى السرطان، جمعنا المرضى بحسب أنواع السرطانات تبعهم، يعني في سابورت جروب للأوفيريان كانسر، للبريست كانسر، للبروستيت كانسر، للنق، عنا 10 مجموعات عم نشتغل عليها. بيجوا بيعملوا اجتماعاتهم أكيد مع الأطباء والأخصائيين بحسب موضوع الاجتماع، من ناحية بيعملوا أرت ثيرابي، ميوزيك ثيرابي، علاج بالفنون، علاج بالموسيقى، زومبا، تمارين تنفس، كل شيء نشاط بيخليهم يغيروا نفسيتهم. الطابق اللي فوقه رح يكون شيء كتير مهم ونقصنا بلبنان، هو مركز للتوعية حول الأمراض السرطانية وكيفية الوقاية منها لطلاب المدارس والجامعات بشكل خاص. رح يكون في متحف للسرطان بيفوتوا الطلاب ضمن مجموعات بيحضروا أفلام بيسمعوا بقاعة المحاضرات شهادة من مرضى سرطان كمان نجوا وتنضلنا نعطي هذا الأمل وأكيد المواضيع التوعوية. الطابق الأخير رح يكون في محل مثل كافي شوب ملتقى لمرضى سرطان وكل يلي بيحبوا يدعمون يجوا بدل ما يعملوا اجتماعاتهم هون وهون وبدهم انترنت وبدهم يشربوا شيء ياخذوا شيء موجود. وبالقسم الثاني من هذا الطابق رح يكون لإعادة تأهيل مرضى السرطان حتى من الناحية الإنتاجية. ما في شيء أصعب خاصة بالوقت اللي نحن موجودين فيه هلا من إنه رجال رب عائلة أو ست هي اتكال عليها كمان بالعائلة ما بقى عم تنتج. نحن رح يكون عم نعمل لهم دورات نعلمهم حرف معينة عقد صحتهم يشتغلوها ونسوق لهم إياها ويكون مردود مادي. سؤال كتار يمكن عم يحضرونا ورح يسألوك إيه. شو صار عليك تعمل كل هودي؟ يعني أنت غيرت كل حياتك وباربرا الله يرحمها توفي، من بعدها كان فيك تكمل حياتك بشكل طبيعي، ليه رحت ليه غيرت كل حياتك وبعدك مكمل؟ بآخر لحظات أنا عم بودع بربارة ما كان فيها تحكي، نزعت 11 يوم وعيت تقريبا 3/4 ساعة عم بحكي أنا وياها بالوما.
كان عندها بس عين واحدة فيها تزيحة هيك وتزيحة هيك، تاني عملي زونة مغطاية. رجعنا كل تاريخها واكتشفت أنا وياها أنه أوقات كتير في ناس بيعيشوا مش لقلهم، بيعيشوا لغيرهم. وبفترة مرضها خاصة بربارة كل الشيء عملته عملته مش لقلها، عملته لغيرها. وأنا وعدتها بكرة أنت بتكملي من فوق وأنا مكمل من هون. واليوم مريض السرطان إذا راح من البيت العائلة بدها تنسى، العائلة بدها تغير جو، بس المشكل هو المريض الثاني والمريض الثالث ما في حدا يهتم فيه. في فكرة patients advocacy group ما كانت موجودة بلبنان. يعني اليوم في جمعيات هي معمولة من مرضى وأهالي المرضى، بتعرف شو عم بيعيش المريض وبتعرف كيف تعاني شو بيعاني. فأنا حملت هذا الشيء على عاتقي ومش لحالي. يعني نحن اليوم بالجمعية مجموعة من المتطوعين، في منهم ملتزمين مباشرة وفي منهم وقت اللي كان هني موجودين، وكبرت عائلة بربارة ووقت عملنا الإطلاق. كل مريض ممكن يكون من هالعائلة. صحيح. يعني هالمرض بيغير، صحح لي دكتور فهد، بيغير شخص أيام إلى الأسوأ بس كمان أيام كثير إلى الأفضل. يعني بيوعي المشاعر الإنسانية أكثر، بيخلي مشاعره بتختلف، إحساسه بيختلف، بيصير يحب أكثر، بيصير يتحسس الأشياء، بيصير يعرف قيمة الأشياء أكثر، وبيصير كمان في أشياء كثير بحياته بيصير يستصغرها، إنه أنا كنت عصب على الشغلة، شو هي هالشغلة؟ مظبوط. صار عندي مصيبة أكبر عصب عليها. صحيح. يعني كنت أنا وقت كنا نطلع كثير بالمدارس قل لهم من بعد ما أحكي قصة بربارة وهيك، إلا أنت إذا انكسر ضفرك شو كنت بتعملي؟ تنزل السماء على الأرض. بعدين تحس حالك قديش أنت سخيف قدام الوجع الحقيقي اللي بيعيشوه الناس. ودور الجمعية وهون يعني يمكن قصتنا كانت هي الأساس لإطلاق الجمعية ولعملنا اللي عملناه، هو مناصرة حقوق المرضى. عدا أنه توجيه المرضى وأهلهم ودعمهم وكل شيء، اليوم بالتقصير اللي عم بيصير بالدولة مين في غير جمعية بربارة نصارى عم توقف وتصارع على مرضى السرطان وتعمل إنجازات. أنا بعدني جاي من أمريكا دعيت على أعلى قمة للسرطان ممكن تشارك فيها جمعية لحتى أحكي عن إنجاز بربارة نصار بالشي اللي صار هالسنتين ثلاثة بلبنان، كيف غيرنا سيستم وزارة الصحة، وقف الهدر يلي كان بالكارانتينا. كل العالم تعرف مغارة علي بابا، اليوم ما بقى في موظف بيلقط الدواء بوزارة الصحة بإيده، صار بيوصل دواء دغري على المستشفى. دكتور فادي دي طلع على الشاشة وجهك، في شخص بدك تشوفه ما قلت لنا من هو. هذا ابني لوي من امريكا. لويس كيفك اول شيء؟ انا راح اخذ كثير وقتك، عندك بعد الصبح كثير الوقت بامريكا. اول شيء حضرتك جاي بكره على لبنان صح تتعيد مع العائله؟ صحيح. صحيح. قبل ما تجي وقبل ما تشوف والدك وتغمره ونهار الاحد وبكره والاحد بالعيد، بدي توجه له كلمة وديه بتشوف حالك إنه بيك فادي نصر وبتسمع عنه كل هذا الحكي الإيجابي؟ تعرف من أنا وصغير بسمع وبيقولوا لي هذا بيك وهذا بيك وشو عامل وهي أنقذ لحياتي وشالنا من هيدا، ولا يعني من أنت وصغير بتسمعها بس ولا مرة بتستوعب قديه هي قديه هذا كلام كبير لصرت أنا عم بعمل يعني توقف وهيدا وهيك. صرت يعني صرت أقدر إنه صعوبة الإنسانية يعني ليكون بي هالقد رول، يعني هو رول موديل لإني، مش بس لأنه بي بس أوبجكتيفلي لأنه عن جد هو إنسان قطع بالحياة ما بعرف يعني عمل أشياء. أنا كيف بدي أقول لك يعني أنا بدي يكون هو رول موديل تبعي يعني بيسك. قررت تعمل طبيب لأنك تسد ببيك؟ لا ولا مرة كان في ضغط. هذا شيء هذا شيء كثير غير عن غير عن غير حكي ما بتشوفه، إنه ولا مرة كان في ضغط أنا بي اللي أنا كان بدي، لأنه هو فرجاني المنيح والمش منيح، فرجاني كيف فيك تقطع عن الشيء المش منيح وتعمله أحسن وانت تتعلم منه وتعمل حياه المريض احسن. لويس انا ما راح اطول عليك، اكيد بكره راح تلتقي بعائلتك وراح تشوف اهلك ومنعيدك ونشكرك وعينيك كثير بكير اليوم بتكون معنا مباشره من امريكا. شكرا لك لويس، بينعاد عليك. ثانك يو دكتور فادي.
ده مشتاق له لويس قد الدنيا. هلا مبسوط انه هو بالجامعه اللي كان فيها، مبسوط انه اصحابي اللي كنت انا وياهم رفقه بالجامعه صاروا كبار كثير هونيك وكذا، وبينبسطوا يشوفوا اولادنا عم بكفوا هالمسير. نحن شفنا ابنك، لما شوف بنته لاستاذ هاني وبنت باربرا ليوني، ليوني هيك رح نختم مع هيدي الحلقه، حلقه الامل اليوم، برساله اكيد ميلاديه ايضا بصوتها الحلو. تفضلي ليوني، تفضلي. بس اذا بدي جاوبك على سؤال سالتني. تفضل. لكن بلش ليوني. نعم، سالتني منين التمويل للمركز. نحن وقت اطلقنا المشروع، مشروع المركز، رفعنا العلم يلي برمنا فيه لبنان على المركز، وصفينا الكرفان هنيك، وقلنا عائلة باربرا كبرت، بس نحن كعائلة، نحن عائلة جدا متواضعة، منا ممولين، خلصت مهمتنا هون كأفراد. إنما هيدا المركز هو مثل ما في بيت الطبيب وبيت المحامي بلبنان، هذا بيت مريض السرطان، هو مسؤولية المجتمع اللبناني ككل. لهالسبب نحن مباشرة بعد رأس السنة رح نطلق المشروع بدراسة تمويلية تفصيلية، بدعي كل المؤسسات بلبنان يلي بتحب يسمى على اسمها قسم من هذا المشروع وتساهم مساهمة مالية فيه، لحتى نقدر نضغط فيه ونكمل فيه مع بعضنا. أكيد. ونحن دائماً رح نواكبكم، واكب كل الجمعيات اللي تعنا كمان بدعم مرضى السرطان. ليوني، تفضل. عيد الليل، زهر الليل، صوت العيد، ضوء الليل، موج يا سما بالعناين، هلي بالحلا بالمواعين، زار الليل يسوع، لون الليل يسوع، silent night holy night all is calm all is bright round your virgin mother and shine holy infant so tender and sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. شكرا ليوني، شكرا استاذ هاني، شكرا دكتور فادي. مش بس شكرا لان كنت معي ضيفي بهالحلقه، شكرا على كل شيء عملته معي، على كل مساج رديت عليه، على كل تليفون، على كل امل كمان اعطيتني اياه على الصعيد الشخصي. شكرا لك. هنا بعيد الليل ان شاء الله كل مرضى السرطان بعيدوا بصحه وفرح، وتكون سنه 2024 تحمل لهم الصحه على كل المرضى. جوي نويل. مشاهدينا من عيدكم، الله معكم، بلاقيكم بحلقه جديده يوم الاحد. الى اللقاء.